سودينا خلينا دلوقتي نروح ونتابع مع حضراتكم أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله في سياق هذا التقرير. أخبار كتير هتحصل النهاردة، من بينها أنه وفقاً لما حددت وزارة الأوقاف المصرية هيكون موضوع خطبة الجمعة بعنوان رحم الله رجلاً سمحاً، السماحة في البيع والشراء وسائر المعاملات. وقالت وزارة الأوقاف أن الهدف المراد توصيله لجمهور المسجد هو توجيه وعي جمهور المسجد لسهولة التعامل وتحويل البيع والشراء لمدخل للود والصلة وليس للتسلط والمنازعة، وده من خلال بيان أن السماحة باب محبة الله وسبيل رحمته وطريق الجنة، وأن نظرة الإسلام للبيع والشراء أنه مدخل للود والصلة وليس للتسلط والمنازعة، وأن السماحة من أرقى معالي الأخلاق ومكارمها. النهاردة هينظم مركز الطفل للحضارة والإبداع متحف الطفل في الساعة 2 عدداً من الأنشطة والفعاليات للزوار للتعريف بأهمية علوم الفضاء بعنوان سباق الفضاء العظيم، وبيأتي ذلك بمناسبة أسبوع الفضاء العالمي، وهو حدث سنوي بيتم الاحتفال به من 4 ل 10 أكتوبر في أكثر من 90 دولة حول العالم، وبيعد أكبر فعالية سنوية متعلقة بالفضاء في العالم أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1999، وده للاحتفال بمساهمات علوم وتكنولوجيا الفضاء في تحسين وضع الإنسان وتثقيف المجتمع بشأن الأنشطة الفضائية وتعزيز التعاون الدولي في التوعية بمواضيع الفضاء وتعليمها. لعشاء الكرة الإفريقية موعدهم النهاردة مع 16 مباراة قوية في إطار الجولة الثالثة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية، من أهمها مباراة منتخب مصر مع منتخب موريتانيا الساعة 7 مساءً، مباراة منتخب نيجيريا مع منتخب ليبيا الساعة 7 أيضاً، ومباراة منتخب تونس مع منتخب جزر القمر في الساعة 10 ليلاً. لعشاء الكرة الأوروبية موعدهم النهاردة مع 8 مباريات قوية في إطار الجولة الثالثة من تصفيات دوري الأمم الأوروبية، من أهمها مباراة منتخب المجر مع منتخب هولندا الساعة 10 لربع ليلاً، وأيضاً مباراة منتخب ألمانيا مع منتخب البوسنة والهرسك الساعة 10 إلا ربع.